على الجايد لاين، الجايد لاين كلينيكال براكتس جايد لاين، الكنديان جايد لاين موجوده مع حضراتكم دلوقتي. كوشنير في حوالي 8 اسئله بس مش هتشوفوه، هتسلموه مع وانتم بتخلصوا ان شاء الله، هتسلموا الفاوتشر بتاع العشاء وتسلموه وانتم ماشيين ان شاء الله. فانتوا بس وتركزوا، واحنا خلال المحاضره الاسئله دي هتبقى موجوده تباعا يعني، فانتوا يعني هتسلموه في اخر اليوم مش دلوقتي يعني ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي موجودين معانا اونلاين، اللي موجودين فيرتشوال، هيتبعت لهم النهارده بعد نهايه السيشن هيتبعت لهم نفس الكوتشينير ده، هيتبعت لهم وهناخدهم، هيبقى مفتوح الاجابه فيه لغايه الساعه 12 بالليل، وبعدين كده هنقفل يعني. يبقى اللي حاضرين فيزيكال معاكم هتسلموه هنا فيزيكال برضو، والفيرتشوال هيبقى فيه ببعت لهم جوجل فورم، هيتحطوا الاجابات، هيعلموا بس على A وB او C، تتبعت لهم على طول مباشره من شركه اكستريم على الواتس بتاعهم، على الواتس الخاص بكل واحد لوحده، وبعدين هيقفل الكوتشينير ده على الساعه 12 بالليل. احنا في الاسم ان شاء الله هيبقى في شهاده لكل الحضور سواء فيزيكال او فيرتشوال من الاسم، لكن البروجرام السكوب بروجرام اللي انا قلته في اول مره ان ده عباره عن 12 بوينت، 4 بوينت منهم هيتحدوا على حسب الحضور فيزيكال وفيرتشوال مع الكوشنير الموجود ده الاجابات فيه تكون صح. هنرشح الاسم، هترشح 50 واحد يكملوا مع الورلد اوبيستي فيدريشن عن طريق شركه نوفو، يكملوا في السكوب بروجرام في 8 بوينت كمان مع الورلد اوبيستي فيدريشن، مع الناس اللي حضرت 3 مرات وعملت فلفل كل الكريتيريا المطلوبه عشان تكمل البروجرام. موضوعنا النهارده بقى، احنا يمكن اتكلمنا في حته الاوبيستي، ودي كانت اهم حاجه ان الناس تبدا تتعامل مع الاوبيستي ككرونيك ديزيز، ما هوش behavioral change، ما هوش stigma، ما هوش حار ان في واحد eat more move less، ان كل الايرا كل يلخص الاوبيزيتي كلها، لا ده chronic progressive relapsing disease need for intermediate care، ده الديفينيشن بتاع الورد اوبيزيتي. الكنديان عرفته بتعريف تاني زيه زي الهايبرتنشن، زيه زي الديابيتس. يا ريت بس نسيب الكوشن دلوقتي ونركز، وانا يعني انتوا ركزوا في المحاضره هتسمعوا الاجابات، لكن دلوقتي كده ايه ولا هنسحبه تاني؟ انتوا مش داخلين امتحان يعني، مش للدرجات دي يعني، مش هنسحب الورق دلوقتي خلاص، لسه قدامنا شويه. الحاجه الثالثه ان الاوبيزيتي ده التعريف الثالث، اليوروبيان اسوسيشن فور ذا ستادي اوف اوبيزيتي قالت ذا جيت واي اوف ذا ميني اذر ديزيز، يعني الاوبيزيتي ده الكومن سويل هايبوثيسيس، دي جزء الشجره اللي بيطلع منه كل الفروع. شوف احنا بنتكلم كتير على الدايابيتس، بنتكلم كتير على الهايبرتنشن، بنتكلم كتير على الديسلبيديميا، وما بنتكلمش كتير على الاوبيزيتي اللي هي اصل كل الحاجات دي. وان دي ايرجنت، الامريكان ميديكال اسوسيشن اللي اعترفت بالاوبيزيتي كديز في 2013 قالت ان ايرجنت ميديكال هيلث بروبلم. وبالتالي الموضوع مش بيهيفيرال تشينج ولا حاجه تخص، لا ده في جينيتك كوزس. بعض الناس بتقول من 40% لغايه 70%، يمكن كان البروفيسور طهراني اللي كان معانا في احد السيشن بتاع الديابيزيتي كان فيرتشوال مع الاسمه، وكان الجينيتك كوز بيوصلها لغايه 70%، عشان كده بدات كل العالم يعترف بالاوبيزيتي كباثولوجيكال ستيت. طيب الكنديان ادلت اوبيزيتي كلينيكال براكس ريكومنديشن، يمكن دي اخر جايد لاين حطيتها سنه 2006، يعني بقى لنا 15 سنه ما فيش اي براكتس جديد اتحط. طب الراشونال في نيو كلينيكال براكتس جايد لاين ايه؟ ان البريفالنس بتاع الاوبيزيتي زاد بقى كل العالم، يمكن احنا في مصر قلنا الاحصائيات مش هنعدها تاني. الحاجه الثانيه ان ما احناش افكتيف مانجمنت للاوبيزيتي، ما كانش متوفر عندنا سلاح قوي ان احنا بدل ما نعمل ايفالويشن نقول ان في افكتيف مانجمنت. ما كانش في اعتراف بالريكوجنيشن في اوبيزيتي كميديكال كديزيز، يعني 2006 ما كانش لسه الاوبيزيتي الناس اعترفت بيها كديزيز، كان لا زالوا بيعتبروها بيهيفيرال او لايف ستايل تشينج. عشان كده بعد 15 سنه بدا يبقى في ايدينا حاجه مهمه. الديفينيشن اوف اوبيزيتي التعريف الحقيقي طبعا هو انكريز اكسس اوف بودي فات، لكن ده تعريف عام وده التعريف الاصح طبعا. لكن الاكسس بودي فات مش هيبقى سهل لكل الناس اللي تعرفه، وبالتالي اخترنا واحده من الانثروبومتريك ميجرمنت السهله اللي ممكن تتعمل في اي مكان، اللي هي البادي ماس اندكس. برغم ان البادي ماس اندكس بتاخد الجسم ككل، ووتر مع فات مع بون، ما هياش ميجرمنت حقيقي، لكن هو ده الانثروبومتريك ميجرمنت اللي اتعرف عليه، اللي كل الناس تقدر تعمله، اللي هو ومعاه البادي ماس اندكس، معاه الويست سيركمفرنس. دول الحاجتين، ويمكن الويست سيركمفرنس يمكن اكون ادق شويه كمان في بعض الحالات السيتويشن، قلنا البادي ماس اندكس من 25 ل 30 اللي هم بيبقوا اوفر ويت، البادي ماس اندكس هنا الويست سيركمفرنس هنا بيبقى مهم جدا عشان يعمل ريسك كاتيجوريزيشن. زي ما انا بعمل ريسك ستراتيفيكيشن لعيان الهايبرتنشن، ممكن واحد يبقى ضغطه 140 90 واعتبره هاي ريسك لما يبقى دايابيتك ويبقى فيه اندو اورجان دامج، ممكن واحد عنده ديسلبيديميا والال دي ال 110 واعتبره هاي ريسك عايز اوصلها ل 55. كذلك هنا في الاستراتيفيكيشن هنا هنلاقي ان الريسك استراتيفيكيشن والكارديو فاسكولار ريسك
لو في النورمال رينج، لكن من حته الاوفر ويت نفسها خصوصا البادي ماس اندكس من 25 ل 90 ولو الويست سيركمفرنس هنا عالي يبقى بعتبره هنا مودريت ريسك. وبعدين الريسك يزيد في كلاس 1 اوبيزيتي هاي ريسك، كلاس 2 اوبيزيتي فير هاي ريسك، وكلاس 3 اوبيزيتي فير هاي ريسك في الكارديو فاسكولار ديزيز. ويمكن كان محاضره الدكتور احمد تاج اوبيزيتي عند كارديو فاسكولار ديزيز، وكان في بعض الترم اللي احنا مش فاهمين حتى العيان الاوبيز ومع كل الميتابوليك بارامتر نورمال يعني تقيس له الليبت اللي هي كويسه، هايبرتنشن كويسه، السكر كويس، عرضه للكارديو فاسكولار ريسك، يعني مع الاوبيز وميتابوليكالي نورمال لكنه عرضه للكارديو فاسكولار ريسك. والعكس ان في عيان كنا دايما بنسميه نورمال ويت، نورمال ويت ميتابوليكالي اوبيز، يعني الوزن مش عالي قوي زي الايشيان كده، لكن الفيزرال اوبيزيتي اللي موجوده ده برغم انه نورمال ويت لكن ميتابوليكالي. ويمكن في المؤتمر الاسم الاخير الشهر 3 اللي فاتوا ترجعوا حضراتكم المحاضرات، البروفيسور هارولد بايز لما عرف الدايابيزيتي وعرف الاوبيزيتي نفسها بكلمتين تركيزه كله ما كانش على الانثروبومتريك ميجرمنت لكن على الفات، ككوانتيتي ثيك فات ماس، في فات ماس موجوده كتيره، وككواليتي سميها ثيك فات، يعني عرف الاوبيزيتي بحاجتين يا كميه فات كتيره او مش فات كتيره بس ثيك فات اللي هو الفيزرال فات، هو ده اللي نورمال ويت ميتابوليكال اوبيز، هو مش وازن لكن الفات اللي عنده ده ويسموها اديبوزيتي، يبقى هو ده هو الحته هنا ده هنا الاوبيزيتي ديفينيشن كانثروبومتريك ميجرمنت اكتر البادي ماس اندكس اكتر من 30 كيلوغرام على ده في ابلكيشن في الموبايل بتحط السن والويت والطول بيطلع لك الوجب. لكن هنا بقى ده التعريف اللي احنا عايزينه كومبلكس كرونيك ديزيز ويتش اب نورمال اور اكسس بادي فات، اب نورمال فات يعني سيك فات، اكسس بادي فات اللي هي الكميه اللي في الاخر مختصرها اديبوزيتي اللي هي الامبير الهيلث وانكريز الريسك اوف لونج تيرم ميديكال كومبليكيشن اند ريديوس اللايف سبان. كنا احنا قلنا العيان الدايبيتيك وبرادكشن لايف سبان بتاعه 6 سنين لو كان كارديو فاسكولار ديزيز بيوصل 12 سنه، برضه الاوبيزيتي كده من 10 ل 12 سنه، اذا بنتكلم على حاجه بتاثر على اللايف سبان. عشان كده الويت الوي ريديوسينج الويت بايس في الاوبيزيتي مانجمنت سواء عند الهيلث كير بروفايدر او عند المريض لازم يبقى مهم جدا البليف ان سواء عند الهيلث كير بروفايدر اذا كنت انت الكونسبت بتاع الاوبيزيتي كان مش عندك، يعني ممكن العين يجي لك لاي سبب من الاسباب هايبرتنشن ديزليبيديميا جاي لك ريتابول باول وانت في اي تخصص انت مش في دماغك البارامتر وشايف العيان البودي ويت بتاعه عالي ما عملتش بودي ماس اندكس وما صنفتوش كاوبيز وبالتالي البارامتر ده او الاويرنس ده مش عندك انت كهيلث كير بروفايدر، فازاي هيتنقل المريض اذا كان هو اساسا مش موجود عندنا. وحته ان احنا نقول اوبيزيتي او اوبيز لا بيبل ويز اوبيزيتي زي ما نقول بيبل ويز دايابيتس ما هيش صفه ده ديزيز موجود. عشان كده عملوا حاجه ظريفه الكنديان جايد لاين براكتس ريكومنديشن عملت اسسمنت اند دايجنوزيس اوف بيبل ليفينج ويز اوبيزيتي. البيبل ويز اوبيزيتي عملت ايه؟ 5 اي اسك فور بيرميشن انك انت للعيان ده يعني هيبدا يتكلم وي ديسكاست مع الويت توداي، يعني هو هيبقى الاوكي انك انت تعمل ديسكشن معاه على الويت. الابروتش للعيان ده ما يبقاش اجريسيف ابروتش ودايما انت ايه ايت مور ايت مور موف ليس، لا بلاش الابروتش ده انك انت الويت دي مجرد ان هو بياكل كتير ويتحرك قليل، لا لازم يبقى فيها امباسي عشان تعمل انكرجمنت للعيان ان هو يكمل. الحاجه الثالثه الاكنولج الكومبلكسيتي اوف ذا ديزيز وله سوشيال فاكتور انفيرومنتال فاكتور له جينيتك فاكتور، زي ما بنتعامل مع واحد يجي له تايب 2 دايابيتس هل ده ستيجما ان واحد بيجي له تايب 2؟ لا طبعا ده ديزيز زيه بالظبط الاوبيستي ممكن تيجي. الحاجه الثانيه الاسسمنت ذا ستوري بقى، يبقى هنا اسك فور بيرميشن انت هتبدا تتكلم معاه وتتكلم معاه عشان تديله طاقه ايجابيه مش طاقه سلبيه. الاسس ذا ستوري تعمل كلاسيفيكيشن، قلنا التو انثروبومتريك ميجرمنت للتسهيل هم البادي ماس اندكس والريست سيركمفرنس دول اللي احنا بناخدهم. الديزيز سيفيريتي قلنا ادمنتون اوبيستي ستيجنج سيستم اكوردنج لاربعه ام هنا ميكانيكال سواء الاوبستراكتيف سليب ابني او الاوستيوارثرايتس ميتابوليك كل الميتابوليك ديزيز الميتابوليك سندروم سواء دايابيتس هايبرتنشن ديسليبيديميا المينتال اللي ليها سوشيو كل ممكن. انا كنت حاولت احط محاضره يمكن لو تحيننا ان شاء الله البروجكت الثاني هيبقى كان في حاجتين كنت عايز احطهم بس ما وفقتش عشان الوقت، محاضره كانت على السايكولوجيكال اسسمنت وكنت كلمت احد اساتذه الطب النفسي وهتبقى ان شاء الله المره الجايه، ومحاضره على البرياتريك سيرجري لانها مهمه جدا ان شاء الله لو قدر لينا ان احنا نعمل حاجه ثانيه في الاوبيزيتي هيبقوا الاثنين انكفرد ايشو دول مهم جدا الدبريشن اللي بيبقى موجود مع العيان والسوشيال دول. يبقى اول حاجه اسس ذا ستوري، الحاجه الثانيه اسس اسك فور بيرميشن، ثاني حاجه اسس ذا ستوري، ثالث حاجه ادفايس فور مانجمنت. انت عندك ديفرنت لاين اوف مانجمنت، ماهوش ما ينفعش عيان اول لاين اوف مانجمنت للاوبيزيتي يروح على طول بارياتريك سيرجري وهو ما عملش ده بيحصل كتير على فكره، على طول من الدار للنار على طول ما خدش ميديكيشن وما عملش ولا حتى لا ميديكال نيوتريشنال سيرم
ولا فيزيكال اكتيفيتي ولا سايكولوجيكال اسيسمنت قبل ما يخش ولا بيهيفيرال انترفينشن. والدكتور علاء السويف الحقيقه له محاضره على البرياتريك سيرجري في الاندو اسما اللي فات اللي كان من 3 شهور موجوده على قناه اليوتيوب بتاعه الاسما. ولا خد فارماكو سيرابي ودخل. شوف هنا رقم 5، يعني انا عندنا ميديكال نيوتريشنال سيرابي وفيزيكال اكتيفيتي وسايكولوجيكال. لازم اعمل سايكولوجيكال اسيسمنت لعيان داخل حتى اللي يعمل برياتريك سيرجري، لازم اعمل له سايكولوجيكال اسيسمنت عشان هو متخيل ايه بعد البرياتريك سيرجري، لان في حالات سوسايدال تنسز بتحصل بعد البرياتريك سيرجري لان الليفل اوف اكسبكتيشن بتاعته بتبقى عاليه وممكن ما تبقاش حاجه واقعيه يعني. يبقى ادفايسمنت على المانجمنت واجري على الجول انك انت تتفق معاه انه ما تيجي تشيل خالص من دماغك فكره ان الويت ستيجما ان الويزيتي دي حاجه تتكسف منها او تخجل منها. لا، ريديفاين السكسس ودايما تعمل له تارجت، عايزين نوصل لتارجت. وبعدين بعد كده شوف ايه الدرايفر اللي خلاه يروح ناحيه الويزيتي والبارير اللي منعاه انه يبدا علاج معاك. يبدا الفايف ايه دول يبقى مهمين جدا، هم اللي اسك فور بيرميشن، اسيس ذا ستوري، ادفايس على المانجمنت، اجري على الجولز، اسيست على الدرايفر والليميتيشن. دايما الهيلث كير بروفايدر يحط فريم ورك اللي يناقش فيه المريض وبعد ما يحسب يحله. العيان احيانا مش في دماغه خالص حته السوبيس، لكن لما تيجي تقول له الارقام اهي، انت ادي الطول وادي الوزن والبادي ماس اندكس اهو، تلاقيه مثلا يفاجئ، لا ده 40 يعني، معنى ده مور بدوبيسي، يفاجئ ان في ديزيز هو مش يعني او واحد زايد شويه باكل كتير وبتحركش قليل، بس هو ده اللي في دماغه، لكن مش في دماغه ان ده ديزيز. الحته دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه قبل ما اخش في الدايليما بتاعت البيت، لازم اعمل ايفالويشنز. اه صحيح الاندوكراين اوبستي ماهيش حاجه دي، لكن لازم اعمل تي اس اتش. ما ينفعش واحد ابدا معاه تريتمنت وابدا معاه بلان وانا ما عملتش مثلا تي اس اتش اسسمنت، اعمل سيرم كورتيزون ليفل خصوصا لو سنه صغير. الحاجات دي مهمه جدا فور قبل ما اخش. الحاجه الثالثه البلاد بريشر ميجرمنت، الفاستنج جلوكوز والاي 1 سي، الحاجات اللي هي كومن، الليبيد بروفايل، الليفيتد ليفر انزيمز، لان احنا قلنا الاستياتو هيباتيتس والمافلد او دلوقتي اللي هو النان الكحوليك فاتي ليفر ديزيز اللي دلوقتي بيسموه ايه؟ ميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر، بقى اسمه مافل لانه له علاقه بالميتابوليك سندروم. كل الحاجات دي بعمل لها اسسمنت، يبقى بلاد بريشر، فاستنج جلوكوز، اي 1 سي، ليبيد بروفايل، والليفر انزيمز، عشان ابقى اعمل كومبليت اسسمنت للعيان. الميديكال نيوتريشنال سيرفي الحقيقه الدكتور اينر مين قالته المره اللي فاتت باستفاضه، ويمكن هم بيحبوا يسموه نيوتريشنال انترفينشن مش مجرد دايت انترفينشن، لان ده فوكسنج على الهيلث اوت كم. واستعرضت المره الفتره اللي فاتت اللو كربوهيدرات واللو والهاي بروتين والكيتوجينيك دايت بكل انواع الدايت اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. الفيزيكال اكتيفيتي من الحاجات المهمه جدا جدا، ومش بالضروره دايما القاعده في الفيزيكال اكتيفيتي الاعتدال والتدرج. ما بتجيش واحد مربد اوبيس تقول له روح جيم، مش هينفع. لازم الموضوع فيها اعتدال وفيها تدرج ويمشي خطوه خطوه في الموضوع، لانه مش لازم الاول يعمل دايت الاول قبل ما يخش على الفيزيكال اكتيفيتي. مش كل مريض، وما يجيش مثلا واحد دايبيتك بقاله سنين طويله وتملك نيروبس وتقول له روح برضه جيم. لازم الحاجات دي ليها بروكوشن وليها ايفالويشن، لكن هي في الظروف العاديه من 30 ل 60 اكوردنج للايج. سن الصغير ممكن ياخد 60 مودريت فيجرس اكسرسايز، لكن السن الكبير شويه من 30 يعني 5 ايام في الاسبوع، مش معظم مش كل ايام الاسبوع، ناخد 5 ايام في الاسبوع 30 دقيقه زي ما بنعمل في الدايبيتس. لو سنه صغير ممكن ياخد 60 دقيقه 5 ايام في الاسبوع. الحقيقه الاكسرسايز مش من الحاجات اللي بتعمل ماركت ويت لوس، لكن البينيفيت بتاعتها اكتر من كده بكتير. يعني هي بتنزل سمول اماونت اوف بادي فات والفات تشو، لكن فيها حاجات مهمه جدا تساعد على المينتنس. الحاجه الثانيه الفات فري ماس نفسها بتقل، يعني حتى لو الفات ديستريبيوشن. الحاجه الاهم بقى المهمه جدا الكارديو ريسبيراتوري فيتنس. انت ممكن تلاقي حد اوبيس شويه لكنه او حتى البادي ماس اندكس بتاعه مثلا 32 لكن مش قادر يتحرك، وحد اكتر من كده لكن الكارديو ميتابوليك فيتنس بتاعته حلوه جدا. الفيتنس ده والحركه دي في حد ذاتها بتقلل الريسك فاكتور. الحاجه الثالثه بقى في الاكسرسايز ان انت بتعالج ديزيز، الديزيز زي ما قلت بتعمل له اسسمنت، يقلل الليفل اوف جلوكوز بالحاجات القليله اللي ممكن ترفع الاتش دي ال على مستوى الليبيد، بالحاجات القليله اللي ممكن تظبط لك الضغط. فالبادي الاكسرسايز هيفيدك في ديفرنت سايد. طبعا معظم الناس ما بتبقاش انكارجد او ما بيبقاش ديورابل، يعني ممكن يبقى متحمس شويه وبعد شويه يهدى تاني. ده تشويس اوف اوبيسلي فارماكو ثيرابي العيان لو اكتر بادي ماس اندكس اكتر من 30 او اكتر من 27 ومعاه اوبيزيتي ريليتد كوموربيديتيز، حاجه ليها علاقه بالاوبيزيتي يعني سواء هايبر تنشن، دايبيتس، اوبستراكتيف سليب ابنيا، كل الكومبليكيشن اللي احنا ماشيين لها. هنا هنشوف الحاجات الممكن. العيان اكتر دايبيتك او بري دايبيتك، هايبر تنسيف، اوبستراكتيف سليب ابنيا، بوليسيستيك اوفري سندروم، من الحاجات المهمه جدا اللي انت لما بتكتشفها بدري
اكتشفها بدري، واكتشافها مش مكلف خالص غير ان يكون عندك اويرنس. يعني انت مجرد بس لو في ميل جايه صغيره في تين ايجر وجاي لاي سبب من الاسباب، مجرد انك انت تسال بس على شويه حاجات خفيفه او تلاحظ ان في شويه هرشيتزم خفيف مع ريجولر مستويشن مع ويت جين، ولو بصيت على رقبتها كده هتلاقي كانسوزس نيجريكانس، ده سفيشنت انك انت تشخص الترايات ده، الويت جين والريجولر مستويشن مع الهرشيتزم. حتى انت ما انتش محتاج سونار في الحاجات دي، والانسلنس بتاع الحاجات دي كتير، والانترفنشن فيها هنا مهم. ويمكن كل الادويه الجديده اللي احنا بنتكلم عنها جي اللي بيقول اس تي جي ال2 بدات تخش الفيلد بتاع الميتابوليك بتاع البوليسيستيك اوفري، الريدكشن للويت هنا مهم جدا، مش بس عشان الاوبيزيتي، ومش بس عشان بريفنشن اوف دايابيتس لان معظمهم بري دايابيتس، ومش بس عشان بتحسن الفيرتيليتي، لا ده الكارديو فاسكولار اوت كام بتاعتها احسن، وايفن حتى الناس دول عرضه للاندوميتريال كانسر بعد كده. فبالتالي انت اللي بتعمله بشويه اويرنس خفاف، شوف بتعمل ايه بينفيت ايه للمريض بتاعك. الناس اللي زي دي هيبقى الليراجليتايد 3 ملي جرام ذا فيرست تشويس، والايفيدنس هنا ليفل 1 جريد 1، ليفل 1 جريد A. في البري دايابيتس، لو بري دايابيتس الليفل 2 جريد 2، يعني اذا لو بري دايابيتس برضه جي. ويمكن انا قلت لكم المره اللي فاتت ان عرضت الامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجست اللي حاطه الجي ال بي 1 من الحاجات اللي بتستخدم في البري دايابيتس، ما عندناش غير الميتفورمين والجي ال بي 1 والبايوجليتازون والاكربوز، دول الحاجات اللي الاكربوز مش موجود عندنا. البايوجليتازون لو العيان اوبيز هيزود الويت، فدايما بيبقى عندنا ميتفورمين وجي ال بي 1. طب لو عيان لو انتورنت للميتفورمين عنده جاسترونتستينال بروبلم، يبقى جي ال بي 1 في البري دايابيتس، لكن طبعا في الدايابيتس الايفيدنس اقوى طبعا. النالتروكسون بيبروبيون ده واحد من الاورال ميديكيشن، يمكن مش موجود في مصر عندنا كونتراف مش موجود، لكن هو ده اللي محطوط معنا احنا عندنا في مصر هنا الليراجليتايد والاورليستات. ده لما يبقى الحاجات دي موجوده، وبرده هنا كل حاجه ليها ليفل 2 جريد B. لو العيان هنا سكسس حصل بتكمل، طب لو ما حصل سكسس ممكن تعمل حاجه بتنين. يا تشيل الميديكيشن ده، يا تضيف انذر ميديكيشن وتستخدمه. امتى احكم؟ بعد 3 شهور، مش بعد اسبوع ولا 2 ولا شهر، لازم عشان احكم على سكسس للتريتمنت اوف اوبيزيتي. والسكسس بتاعي يبقى ايه؟ انه فقد اكتر من 5% من البادي ويت اللي انت، مش ما فيش بقى المزادات بتاعت عليها ب 10 كيلو عليها ب 20 كيلو والايه والشوربه الحارقه والشوربه المرقه والكلام اللي احنا فيه، المسخره اللي احنا فيها طول النهار دي، ما فيش الكلام ده. وهتلاقي الانسلنس بتاع الكوليسترول عالي جدا، والناس البنت صغيره جايه لها مش قادره تمشي بس خس 20 كيلو، طب استفدنا ايه؟ ما حدش طلب الكلام ده. احنا زي ما كانت ترى نرميه بتشرح المره اللي فاتت، لو نص كيلو بس الحاجات دي تبقى ديورابل، يعني تبقى مستمره. احنا مش مطلوب اكتر من 1.5 كيلو في الاسبوع، ده كويس جدا ده لو حصل يعني. فمش مطلوب، احنا اهي تارجت اهو اكتر من 5% تارجت بتاعنا، اكتر من 5% من البادي ويت، لو وصلنا لاكتر من كده يبقى كويس، لكنه ده لوحده سكسس واكمل. طيب لو العيان عنده مشكله ديبريشن مثلا، هيبقى النالتروكسون بيبروبين، لان واحد فيهم هنا اوبيويد انتاجونست والثاني نور ابنفرين ريابتيك انهبيتور، ده هيبقى له الاولويه لانه هيعالج الديبريشن ويعالج الاوبيزيتي ويقليل الليراجلتايد 3 ملي جرام ويقليل الاورليستات. طيب العيان نجح هنكمل الميديكيشن، يبقى ده الالجوريزم اللي احنا بنمشي عليه. بس قبل ما ابدا الالجوريزم ده، في حته جدا مهمه هنا، ستوبينج او تشينجينج الميديكيشن اسوشيتد ويز ويت جين. يعني اذا في ميديكيشن اكتر، الميديكيشن اللي الناس بتستخدمها ايه؟ الكورتيزون، دايما اكتر حاجه فيها الكورتيزون. فمش لوجيك ان انا اعمل لواحد اديله ميديكيشن ويت لوس وهو بياخد حاجه تعمل ويت جين، مش هيبقى يعني ايه، مش هيبقى مناسب. ودي لازم يستوب لو كان ملهاش لازمه، وما اكتر الناس اللي بتستخدم كورتيكوسترويد من غير لازمه، لكن في الحالات اللي زي دي لازم اوقف الاول الايه الميديكيشن اللي بتعمل ويت جين. طيب هنا الافيكاسي فارماكو سيرابي في الاوبيزيتي، الافيكاسي ايفالويتد على سنه، هل العيان فقد اكتر من 5% واقل من 10% من الميزان؟ الافكت ده على الهيلس بارامتر الثانيه اللي احنا قلناها، تايب 2 دايابيتس، الناش، الليفر انزيمز، اخبارها ايه، الاوبستراكتيف سليب ابنيا. الحاجه الثالثه طبعا الكوست والسيفتي، دي حاجات مهمه جدا، لان المين بارير عندنا دلوقتي في الجي ال بي 1، احنا ما عادش ما فيش اختلاف على الافيكاسي، ان بقى في ايدينا سلاح قوي جدا للمانجمنت اوف اوبيزيتي، وبقى سلاح قوي كمان في المانجمنت اوف دايابيتس. لكن المشكله الاساسيه والمين بارير هو الكوست. حتى الجي اي تي سايد افكت احنا بنتكلم عنها مينيمال، ومع التيتريشن، وان احنا ناخد بلنت ناخد فلويد كتيره وما ناكلش فات، واول اسبوعين ثلاثه لو عدى اول شهر اسبوعين الدنيا بتمشي كويس جدا. فالتولرابيلتي معقوله جدا بالمقارنه لميديكيشن كتير بنستخدمها في المانجمنت بتاعنا. هنا الافيكاسي على الديورابيلتي كمان، ايه الحاجات المفضله لو بعد سنه الديورابيلتي؟ بس الفارماكو سريع الويت والويت مينتنس. الويت مينتنس الليراجليتايد والاورليستات من الحاجات المهمه جدا جدا. يعني هنا هنشوف العيان اللي بعد سنه اكتر من 5% ويت لوس، هتلاقي الليراجليتايد رقم واحد، اورليستات والبيبروبين، وكذلك الافكت
على المينتنس. هنا بعض الحاجات اللي انا سائلها من شويه اللي راجل تايد بريد دايبيتس هقولها تاني دلوقتي الافكس بتاعها. لا الاولويه في حته اللي راجل تايد في البوليسيستيك اوفري من الحاجات الكويسه جدا، بس هاخد بالي من نقطه قلتها قبل كده ايه، ان لو هي مثلا بارد ما بتستخدمش كلير ميثود اوف كونتراسبشن اخد بالي من الحاجات دي، لان الويت لوس نفسه ممكن يحسن الفيرتيليتي ويحسن الاوفيوليشن، فلازم يبقى في كلير ميثود اوف كونتراسبشن للراجل تايد مش ابروفد. لازم الحته دي مهمه جدا، لو هي مارد اخد بالي وانا بعمل ويت لوس، لان الويت لوس لوحده حتى على الميديكال نيوتريشنال ثيرابي او الفيزيكال اكسرسايز طالما في ويت لوس بيحسن جدا الفيرتيليتي وبيحسن الاوفيوليشن. فلو انا بستخدم حاجه من الحاجات دي لازم يبقى ايه، خصوصا البوليسيستيك اوفري لان ده من ضمن التارجت، اخد بالي عشان ما يخشش مني. دول الثلاثه هم كل واحد بيشتغل ازاي. الاورلي ستات اللي احنا بنستخدمها معروف من سنه 99 لغايه 2012 وبيشتغل على البنكرياتيك لايبيز، يقلل حوالي 30% من الفات اللي بيتاخد ويعمل له. طبعا العيان لو اتنبهش عليه وخد فات كتير لا بيحصل له جريز ستول وبيحصل له اويل سبوتس وبيبدا يخش في مشاكل. لازم يعرف ان المشاكل دي سببها اكله مش سببها الدواء. الدواء هيشتغل على اللي هتاكله، اكلت دهون كتير هينزل كتير. فالحته دي مهمه جدا. واحنا يمكن كان الدكتور عمرو بطل هنا المره اللي فاتت في الاسم لما كان بيتكلم على الدوز انه مصر على ثلاث مرات. احنا في بعضنا بيديه مرتين على حسب الناس ما بتاكلش في الفطار كتير، في بعض الناس بتصر الدوز اللي مكتوبه ثلاث مرات اذا كان توليريتد. لكن احيانا حد مثلا رايح شغله الصبح بتاع ومع الدايريه والكلام ده ما بيتحملوش ممكن يستخدمه مرتين. والدوز بتاعته هنا 120 ثلاث مرات في اليوم. ده هنا النالتروكسون بيبرومين موجود بره يا خد الابروفال بالظبط مع الليراجلتايد، لكنه سنترالي اكتف مش موجود عندنا في مصر، موجود عندنا في مصر الليراجلتايد. وقلنا ان في حاجات قبل كده كانت موجوده واتسحبت بسبب الكارديو فاسكولار سيفتي، كان السيفوترامين واتسحب بسبب الكارديو فاسكولار مورتاليتي اللي حصلت، وكان في حاجه ثانيه اللي هي رومونا بانت اللي بيشتغل على الاندوكانابينويد سيستم ونزل الخليج واتسحب بسبب السويسايدال تندنسي. معظم الحاجات اللي كانت بتشتغل سنترال كانت اتسحبت. عشان كده الليراجلتايد سيفتي مهمه جدا والافيكاسي والسيفتي، لانه بيشتغل سي ان اس، والسي ان اس او سنترال نيرفس سيستم واحد من اهم التارجت فور ويت ريدكشن، لان هو هنا السنتر اوف ابيتايت ريجوليشن اوف ساتايتي والهانجر بيحصل في البرين. فالسنترال نيرفس سيستم واحد من اهم السايت، يعني اكثر اهميه من الجي اي تي واكثر اهميه من الاديبوز التشو. طيب يبقى الفارماكو سيرابي هنا فور ويت لوس الثلاثه دول الموجودين ده اكوردنج للكنديان جايد لاين. الفارماكو سيرابي مي بي يوز تو مينتين الويت لوس هيبقى ليراجلتايد في المينتنس، في المينتنس هيبقى ليراجلتايد والاورليستات. العيان اللي عنده دايابيتس هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي، العيان اللي دايما الاوتوسين العيان ياخد جرعه صغيره 60 مللي جرام دي تعتبر او تي سي ما تعتبرش دوز فارماكولوجيكال دوز فور اوبستا، لبعض الناس بتستخدم الخمسه. يبقى اسك البرميشن ادفايس للمانجمنت اسيست ستوري واجري على الجول واسيست ويز درايفر اند بارير. ده الكنديان جنال هي جايد لاين بسيطه وسهله وخفيفه عشان المانجمنت اوف اوبيستي. نيجي بقى للدايابيتيك اوبيز والترم اللي بدانا نستخدمه اللي هو دايابيزيتي، دايابيتس اند اوبيزيتي، وعارفين تايب 2 دايابيتس. ويمكن ده العنوان كان بتاع محاضره فرانشيسكو جورجينيو في الاندو اسمه اللي فات من ثلاث شهور، كان تريتمنت اوف اكسس بادي فات او اكسس بادي ويت ان اوبيزيتي اند تايب 2 دايابيتس. والحقيقه الدايابيتس بالذات مهم. ليه؟ هل عيان السكر بسهوله انه يخس في الميزان؟ لا، لانه هو طبيعته معظم مرضى السكر سيدنتري لايف وبياخد اكسس كالوريتك، وهو ده اللي خلاه يخش في دايابيتس او ساعد ان هو عنده استعداد جينيتك وهو كمل. فبالتالي حته الانفايرمنت او حته التريجرنج اللي عنده مش قويه. لكن في ابنورماليتي كمان في الساتايتي والهانجر عند الدايابيتك والاديبوستش ميتابوليزم متلخبط، وبالتالي مريض السكر مش سهل انه يخس. بالاضافه بقى ان احنا كمان نزود عليه بيردن اللي هو ايه بقى، الدراج. في دراج بتعمل ويت جين في الدايابيتيك بيشنت باكثر من طريقه. البايوجليتازون هيعمل سولت ووتر تنشن فيعمل اديمه فيزود الويت جين. السلفونايلوريا والانسولين بتعمل عن طريق ايه، عن طريق الهايبوجلايسيميا. وبالتالي حته ودايما الكونسبت العيان احيانا حتى ممكن يبقى استاذ جامعه بس عنده كونسبت الحته اللي ايه الفير اوف هايبوجلايسيميا الديفنسيف ايتنج، انه بياكل عشان يحمي نفسه. هو في الباك جراوند بتاعه ان والده او والدته كانوا بيخشوا في نقص سكر، وزمان لا كان في اجهزه فكانوا بيتبهدلوا على ما يتنقلوا مستشفى. وفي الباك جراوند بتاعه ان اول ما ياخد دواء سكر قوي بالذات الانسولين بياكل بالزياده عشان يحمي نفسه من الايه، من الهايبوجلايسيميا. فده يخلي ان الميزان يزيد اكتر مع الاكسوجينس انسولين. دايما مع الانسولين في ويت جين لاسباب، في بعضها كويس انه حصل بيتر جلايسيميك كنترول، العيان كان سكره عالي فكان في بوليوريا وليدبسيا والكلام ده وبيفقد كميات كبيره، ما عادش بيفقدها، ده حاجه كويسه. بقى في انابوليزم، ان الهرمون الانسولين نفسه انابوليك وبالتالي بيزود الفات ستورج وبيقلل البروتين باك جراوند.
حتى له افكت كمان على الريستنج ميتابوليك ريت وله افكت على السي ان اس افكت. لكن الاهم هو الديفنسيف ايتينج، الحاجه اللي في ايدينا اكتر ان العيان بيبقى خايف من الهايبوجلايسيميا. الحاجه كمان ان احنا الانسولين اللي بنديه بنديه ما بندهوش في البورتال سيركيوليشن زي الانسولين الطبيعي، احنا بندي انسولين اكتر سبكوتينيوس، فدايما بيسموه اوفر انسولينيزيشن ات ذا بريفري. طيب ودي الدراسه اللي كان عرضها فرانشيسكو جيرجينيو، انه مع الانسولين في العيان معظم العيانين بيزيدوا اكوردنج الانسولين تايتريشن ل 8.7 كيلو جرام خلال يمكن 6 شهور من وخدان الانسولين. طبعا في ناس بتزيد اكتر من كده، في ناس بتوصل 15 كيلو 20 كيلو اكوردنج للتايب اوف انسولين واكوردنج للتايتريشن بتاع الانسولين، يعني اللي بياخد بريميكس الانسولين غير اللي بياخد بيزل، طبعا بتختلف لان الانسولين انواع مختلفه. عشان كده الحته دي مهمه جدا. ليه؟ لان انا لما بعمل الميديكيشن بقى اللي استخدمها في الدايابيتس، الميديكيشن اللي تعمل لي ايه؟ اللي تقلل الميزان ولسه هايبوجلايسيميا. اكتر حاجتين بيخلوا عيان مريض السكر يسيب الدواء انه يحصل له هايبوجلايسيميا، منه يحصل له منه ويت جين. لو انا استخدمت حاجه بتقلل البادي ويت وتعمل لسه هايبوجلايسيميا بتحسن الادرنس. هنا الناس اللي هم اللي بودي ويت عندهم اكتر ناس حصل لهم بادي ويت لوس دول اللي وصلوا هم، دول كانوا مور ادرنت على التريتمنت، اللي خسوا اكتر من 5% بيبقى العيان موتيفيتد انه يكمل. هنا العيان اللي حصل له ما حصلوش هايبوجلايسيميا، يعني اكتر واحد حصل ادرنس عيان خس اكتر وعيان حصل له هايبوجلايسيميا اقل، دول اللي كملوا اكتر على العلاج وبقوا ادرنت. فبالتالي حته مش بس عشان الويت جين ده، بيخلي العيان ادرنت للتريتمنت ويستفيد كانتي دايابيتيك ميديكيشن احسن. وبالتالي الجايد لاين لما حطت الاي سي دي، لما حطت لنا جروبين دول، يا اما جي ال بي 1 وذ بروفن good efficacy for weight loss، وعندنا هنا السيماجليتايد اكتر اكوردنج للقوه، سيماجليتايد اكتر من ليره بالنسبه للديابيتيك اوبيز، اكتر من دولاجليتايد، اكتر من الاكزيزيناتايد، اكتر من الزيزيكزيناتايد، يبقى عندنا هنا with proven cardiovascular من السيكونس ده او الاس جي ال 2، دول المجموعتين في السكر اللي ممكن يعملوا لي ريدكشن في الويت للاوبيز بيشن. وده الايفيدنس بتاعهم انه بدا السينرجيزم كمان هنا الديفرنت جي ال بي 1 اكوردنج للبوتنسي بتاعها في ريدكشن في الويت في الاوبيز والديفرنت ترايل اللي انا مش هاخد فيها كتير، لكن السينرجيزم بقى. والحقيقه ده من احسن الكومبينيشن اللي احنا بنديها دلوقتي، لان كل واحد بيشتغل في سكه، عيان دايابيتك اوبيز بتختلف الدنيا بالنسبه له تمام. انا امبارح كان عندي حد راجل مستشار وقال لي انا مش عايش حياتي، وبياخد ايه بقى؟ جلايبين كلامايد مع متفورمين وبايوجليتازون 30. الراجل زاد حوالي 20 كيلو في سنتين. طب والدايابيتس كنترول يا فرحتي، وحتى لو الدايابيتس كنترول لكن الدايابيتس نفسه الاي 1 سي اكتر من 10. طب الحاجات اللي تحزن جدا ان انت الميديكيشن اللي بتديها بتاد، وبالتالي الراجل جاي يعني حتى سيفير ديبريشن، يعني كان داخل برضه يطلعهم بره عشان يعرف يتكلم، لانه امباكت كواليتي اوف لايف. لا طب وليه في دلوقتي ما عادش عندنا اكسكيوز انك انت تشينج الكلام ده كله وتكتب ادويه افكتيف وتريديوس الويت وتريديوس الكارديو فاسكولار كمان اوت كم. وبالتالي السينرجيزم ده الجي اللي بيوان اللي بيشتغل ويت لوس عن طريق السنترال نيرفس سيستم، والاس جي اللي 2 اللي بتعمل دايوريسيس وناتيوريسيس، وبالتالي مش بس هتقلل ده، هتقلل البلاد بريشر وهتقلل الهارت بليرود مش الويت لوس بس، وتحسن الانسولين ريزيستنس، وبالتالي تتارجت اكتر من ميكانيزم. السينرجيزم ده من الحاجات الكويسه جدا في الدايابيتك اوبيز بيشنت. ودي الدراسه اهي اتعملت على كل الجي اللي بيوان والاس جي اللي 2 على بعضها از ريجارد، هل الافيكاسي في جي اللي بيوان لما تنضاف للاس جي اللي 2 از ريجارد الاي 1 سي والبادي وي، يعني هو انت عايز ايه اكتر من كده؟ انك انت تظبط السكر وتنزل الميزان. ادي اضافه لما الاس جي لما جي ال 1 انضاف مع اس جي ال 2 از ريدكشن للاي 1 سي كانوا افكتيف، از ريدكشن للويت كانوا افكتيف، ويمكن كان لسه في الميد سكيب من حوالي شهر الاوبتيمال يوز اوف اس جي ال 2 كان الاوبتيمال يوز ايه مع الاي جي ال 1، انك انت بتاخد افكاسي الافكاسي قويه وبتاخد ويت وبتاخد كارديو فاسكولار بنفيت وبتاخد رينال بنفيت وبتاخد بوزيتيف افكت على البيتا سيل ماس، ان البيتا سيل ماس نفسها بتتحسن زي ما احنا هنشوف دلوقتي. عشان كده المستقبل اللي جاي والمولكيول اللي اتكلمنا عنه جورجينيو الترزيباتايد، اللي هو بقى دخلنا بقى بما ان في جروب ماشيه في حاجات سكتها سالكه، سلفونيليوريا وقفت عند اخر حاجه جليمبرايد يمكن بقى لنا اكتر من 25 سنه، البايوجليتازون وقف بقى المجموعه دي وقفت، ما عادش في جديد. ايه اللي بيطلع جديد دلوقتي؟ اس جي ال 2 3 4 مليون، لكن ايه بقى الثوره اللي بتحصل دلوقتي؟ الجي ال بي 1 كل شغلنا كان الفتره اللي فاتت على الجي ال بي 1، لكن هنا كمان بقى في واحد ثاني جلوكوز ديبندنت انسولين تروبوجليبتايد، بقى في
دول الانكريتين او دول الاجونست كمان الترزيباتايد ده بيشتغل اكتر على الجي اي بي اكتر من جي ال بي 1، وده بيستخدم وانس ويكلي، وده يمكن الفيوتشر مانجمنت في الجي ال بي 1 انه هنا في حاجات شغاله جي ال بي 1 احنا بنشتغلها اللي كنا الفيديو اللي احنا كنا مشغلينه قبل ما نبتدي، وكمان باخد بنفيت الجي اي بي ريسبتور اجونست انه قلل الفود انتيك. يمكن انا حتى جورجينو لما سالته اذا كنا احنا بنخاف من واحد بس في التولرابيليتي، انا بخاف من النوزيا، فلما استخدم تو دول انكريتين الحاجه جميله جدا ان الجي اي بي ريسبتور اجونست بيقلل النوزيا الموجوده، وبالتالي التولرابيليتي مش فارقه كتير عن الحاجات اللي جايه، وبالتالي خد بقى الايفكت بتاعته كله انه بيزود الانسولين جلوكوز ديبندنت انسولين سكريشن وقلل الجلوكاجون. ووصلنا لحته بقى مهمه جدا الاكتوبيك فات سواء في الهارت اكتوبيك ليبيد اكوليشن سواء في الهارت سواء في الليفر سواء في الكيدني، انه بيقلل كمان الميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز، فبدانا نوصل لحتت وبيعمل ريدكشن للويت. شوفوا بدانا نوصل ايه ل 11 كيلو جرام مع ميتفورمين، يعني اذا حتى بقى عندنا كمان ايرا مهمه جدا لترم ما كناش بنقوله زمان في الدايابيتس، هو دايابيتس ريميشن. انت عندك فرصه لو العيان جالك بدري، يمكن الجايد لاين كتبت خلال 6 سنين وعملت اكتر من 15 كيلو جرام ويت لوس، انت بتوصل مش بس لدايابيتس كنترول، ده انت بتوصل لدايابيتس ريميشن، وده حاجه مهمه ما كناش بنفكر فيها الا مع الميتابوليك سيرجري، لكن برضو ليها قواعدها زي الميتابوليك سيرجري بالظبط. والميتابوليك سيرجري زي ما هنقول دلوقتي بقى عندنا دلوقتي ايه هنقولها دلوقتي هنا ما عندناش مشكله الاندرستاندنج الفاكتور اللي بتخلي فيه، وبقى الجايد لاين موجوده والافيلابيلتي في جي اللي بيوند ريسبتور اجنوستس اس جي 2 خلت الموضوع بقى سهل ما بقاش صعب انك انت تخلي عيالك راجع مبسوط، العيان راجع الكواليتي اوف لايف بتاعته مختلفه. الستاندرد اوف ميديكال كير 2022 حطت هنا ان انا ما ينفعش اروح على البرياتريك سيرجر على طول، ما ينفعش، لازم الميديكال دايت الفيزيكال اكتيفيتي دايت بيسموها نيوتريشنال انترفينشن، الفيزيكال اكتيفيتي بيهيفيرال ثيرابي، وبعدين الفارماكو ثيرابي لو اكتر من 27 ومعاه اسوشيتد كوموربيديتيز ليها علاقه بالاديبوزيتي او الاوبيزيتي، وبعدين بعد كده الميتابوليك سيرجري اللي ليها الانديكيشن بتاعها. يبقى اذا هنا لما يجي لي عيان سكر وهنا اتحط لي راجليتايد كنا عرضتها المره دي بعدها والسي ماجليتايد بس كام دوز كام 2.4 اللي هي مش موجوده دلوقتي عندنا في مصر دلوقتي ايه 1 مللي جرام، هنا 2.4 هو اللي واخد ابروفال فور اوبيزيتي، هنا 3 من لي راجليتايد 3 مللي جرام هو اللي واخد ابروفال كانتي اوبيزيتي ميجرمنت. طيب عشان كده ما يجي لك عيان سكر وعيان لازم تشوف البادي ماس اندكس بتاعه تاخد بالك كونسيدر الافكت اوف ميديكيشن على الويت. اضعف الايمان انك تعمل ايه؟ انك تبطل الادويه اللي هي بتزود الويت جين، يعني دايابيتك اوبيز زي لك اديله دواء يزود الاوبيزيتي؟ لا مش لوجيك. الانسولين احيانا بتزنق له يبقى بيز الانسولين واعمل تايتريشن كويس، لكن انا مش مزنوق للسلفونيلوريا ولا مزنوق للبايوجليتازون في السيتويشن دي، وبالتالي تركيزي اكتر على الادويه اللي ممكن تمينمايز زي ما قلت اكتر من 5% من البادي ويت في خلال 3 شهور، ولو هي مش سفيشنت ممكن اجرب حاجه ثانيه وانا عندي اكتر من حاجه. الميتابوليك سيرجري برضه الميتابوليك سيرجري من الحاجات اللي الناس كلها بتحلم بيها عشان خاطر كان ايه الدايبيتس ريميشن، لكن هل كل واحد هيعمل ميتابوليك سيرجري؟ لا، ليها كرايتيريا، يعني عيان الديوريشن اوف دايبيتس يبقى قليل، او انا هو الميتابوليك سيرجري دي شغلها كله هيحسن الانسولين ريزيستنس، لكن البيتا سيل ماس لو ضعفت ما يجيش واحد عنده سكر بقاله 20 سنه تايب 2 دايبيتس يقول له اصل انا هدخله في دايبيتس ريميشن، لازم على الاقل هيستوري حديث الدايبيتس ديوريشن اقل من 8 سنين، العيان عنده الاكتوبيك فات في الابدومين كتير، العيان ما بيستخدمش نون انسولين يوزر لانه ممكن ببساطه لو العيان بعد سنتين ثلاثه بالسكر انا قلت لا هو اقل من 8 سنين بس بيستخدم انسولين اخاف لا يكون دلاده لا يكون ليت اونست اوتوميون دايابيتس في حاجه تايب 1 في الادلت لو بدا يستخدم الانسولين بدري اخاف منه، وبالتالي البادي ماس اندكس هنا اكتر من 40 ده هيعمل. طب من 35 ل 90 ل 39 لو مش عمل ويت لوس وانا اديته كل الميديكيشن ما وصلش، او لو عنده اذر كوموربيد كونديشن، لكن اي حد يعمل البرياتريك سيرجري لا لازم هاي فوليوم سنتر ومالتي ديسبلينري تيم، لازم اعمل سايكولوجيكال اسسمنت للعيان قبل ما يخش، لازم اشوف العيان اعمل له ايفالويشن واعمل اندوسكوب عشان اشوف عنده جيرد ولا ما عندوش، لازم اشوف العيان ده بياكل ايه، لو سويت ايزر ما ينفعهولوش مثلا جاستريك سليف ده مش هتفرق معاه، فلازم جود سيلكشن في عيان سايكولوجيكال، يمكن دي عايزه محاضره كامله، لكن في الاخر احنا محتاجين مالتي ديسبلينري ابروتش سواء من الدايبتولوجيست والاندوكرينولوجيست مع الدايتيشن مع السايكوثيرابيست في الاخر عشان نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه. اشكركم شكرا جزيلا.